مرحبا، كيفكم اليوم؟ بدي حكون عن احنا اخذ معنا ماما على المول عشان اليوم حنحتفل فيها بيوم الام، بس على طريقتنا، فرح ناخذها معنا لانه بالعاده لازم يكون مفاجاه وهيك، بس ما رح ناخذها معنا عشان تكون هيك هي تختار على كيفها وهيك. ويلا نبلش. طب كيف نبلش يا ماما؟ مش معنا. هاي ماما، رح نجيب لماما هدايا بكرت ماما. ترى ماما يمكن يكون هدايا مش حلوين، في خيارات واشياء في هاي، مش هيك؟ اختار اللي بدك اياه، مو سهل يعني. هدول راح ناخذ ورقتين ورح نخير ماما بينهم، اللي ما بتسحبها رح نشتريها هدايا. اوكي، فهسه وصلنا على المول ورح ابلش انا اول جوله، رح اخلي ماما تختار من خياراتنا، رح اختار كم شعور بالمول. اوكي جاهزين؟ بس اول شيء حطيت فيها لمد ايدي. يلا يلا. لا وا اوكي طبعا هلا اوكي دائما نزكي مع بعض، بس انه هسه رايحين على محل اكسسوارات عشان ماما. وينك ماما؟ زعلانه صعب علينا. ماما عندها محل ذهب بالبيت يا جماعه. عندها محل ذهب بالبيت. لا ما طلع. اوكي ماما يلا جاهزه، هلا حفوت على المحل. وشو بدك، سواره ولا طوق؟ هلا نشوف. طبعا روان خبيره بهالاشياء فراح تساعد ماما. يلا طب اشوف هدول. جايز اخترنا الي انا وروان سواره. اخترت هاي الي انا وروان، وهاي بنحط فيها هذا القمر. احلى احلى احلى. خلاص اتفقنا. جاي شوفوا عنا ايد هون ذهب وايد سيلفر. ماما ان شاء الله. ماما شو هاد؟ غير المفاجاه اللي تفاجئوني اياها يا ماما. غير المفاجاه اللي حياتي لسه قدامنا جولات في اشياء ثانيه لسه. وهلا الجوله الثانيه دوري انا، طبعا رح افاجئ ماما عن خيارين. هاي مفاجاه اسمها عذاب، ما ادري شو تختار. محمد ما وصلت لنا يوم روان، ورجينا يوم. خيارين يا جماعه، هذا اول خيار وهذا ثاني خيار. صراحه تنتين حلوين يعني. بس قولي لي وين ايدك؟ وين ايدك؟ اللي في ورقه علي شوي. لا ماما استني، واحد اثنين ثلاث. يلا ماما اختاري. اجين ورقتين. ما اخترت، انت خليتيني اختار. يلا خش. والله سامحك. خلص ميك اب. وين دغري رح نحط ثانية؟ ميك اب. طب ويت ويت ويت. نروح نشتري ميك اب. ما حنشتري ميك اب. أنا مسويت لك مفاجأة. حكيتوا علي؟ لا. والله عندي مفاجأة بجنن بوكس كامل. ما حتقلك. ما حنقول لك إياها، هسه بنورجيك إياها. بس تأكدين؟ والله. يلا. يعني ضمنت الميك اب. ضمنت. والله ضمنتي. مفاجأة الميك اب فاجأناها إياها بعد ما رجعنا من المول، شوفوها هلا عشان نكمل التحدي. أوكي. وهلا رجعنا على البيت. واحنا حكينا لماما انه في مفاجأة اللي هي الميك اب اللي مجهزين ليا قلنا دي من قبل، وهلا حنديها عشان نعطيها البوكس على الميك اب. طبعا هي الميك اب هون، هلا حورجيكم اياه وحنستعمله ونورجيكم كيف بنستعمله. وماما بالصالة قاعدة اوريدي، المفروض يجينا الناس اليوم، فهي اوريدي متجهزة، فهذا اشي كويس. فحنفجر الميك اب ونشوف ردة فعلها وحوريكم ردة فعلها. متحمسة؟ شو متوقعة تسوي ماما شافت الميك اب؟ هسه لك هابلك كلها ميك اب. ماما ماما ماما. هي هدية، هي أحلى هدية. يلا شو ترى ترى شو الميك اب حكي لك عنه من مكياجكم؟ لا هذا مكياج غلام، هذا كله جديد، كل هذا إلي؟ يس. بس اسمعنا كيف تستعمليهم. واو شي غلام ايديا يو غلام وي غلام. هذول كل الاشياء اللي انا بحبها. يعني كل شيء بتحتاجيه. طب احكي لي كل شيء ليش بتستعمليه، لانه انا مش كثير بالميك اب. طب هسه انا حورجيكم شلون استعمل. انت قاعدي معي جنبي عشان تشوفي كيف. اوكي ماما، هلا هذا هو المكياج من شي غلام، فراح اسوي على ريان شويه ميك اب بسيط وانت تعلمي من تكنيكات. اوكي انا عندي من هاي باليت، هاي كيف بفضل عندي فيها عشان كثير بحبه.
اسمها خرافيه. هلا حسوي لها نشوف اشي خفيف بس. اوكي عشان زي ما شايفين احنا رمضان طعمين اليوم اللبس. ميك اب شيجلاب هو احسن ميك اب حرفيا، لانه اول شيء اسعاره بتجنن ومعقوله وفيه كل شيء بتحتاجه. مثلا اول شيء عندنا هالباليت اللي فيها كل الوان اللي بنحبها الاوريال اللي هي البني، بتحطوه هيك على العين طلع اول شيء البيجمنت وكذا قديش هو قوي. بصراحه انا مش شايفه بس انه عم بورجيكم اللون. حاخذ هذا اللون الغامق شوفوا وراح احطه هون على الطرف. شوفي كمان بتصير تجربها بس بدي اوريكم الفرق. بعدين باخذ هذا الهيك ابيض وباخذ هذا الشمالي هون. طبعا ما انت ركزي فيها في تصمدي هون بس. انا حبيت صراحه حبيت. شو كمان؟ الله شو كمان؟ هذا كثير حلو عندي من هذا ليك العيون يعني تحطيه على عينك وبيصير هيك اشوفه بيجوا هيك ثلاثه. حتى اصلا هذا كثير اشتهر على تيك توك وهيك. راح اورجيكم هلا راح احط لريان هذا بالنص اللي جاي على جولد جولد ونفتحه سكر عينك. كثير حلو اللون يا جماعه. وبعدين يا باصبعها او بهاي البرش انا عم بسوي عين واحده عشان تشوفوا الفرق. حتى انا بصراحه هذا عندي منه فبحب احطه هون على الخد لانه بيعطي هيك لوك واتر وكذا ولو كثير حلو. هون شوي اشوف اللي سويتي انت عادي فيكم تسووه كهايلايت كاي شيء بتحبوه. انا بحب هاي اللمعه اللي تكون على الوش. اوكي هلا عشان ريان شوي طالع مزيته هذا اسمها جلو اسمها مزيته مع جلو. طيب حناخذ هذا بيجي 2 ان 1 تحت باودر وتحت من فوق كومباكت. اوكي اخذ منه هيك طلع فوق وراح اثبت. هي اوريدي حاطه شويه كونسيلر وهيك فراح اثبت هذا جماعة طبيعي فراح اثبت هلا هون الاماكن اللي بدي زي هيك. اوكي وراح اكيد هون اهم نقطه اللي بزيد كثير مثل هيك وهون وهلا طلع بس ما بدي اياك تزيد على جبهتها. اوكي طلع هلا هذا المكان عم بزيد صار له ساعه كيف هلا صار لا هسه بدي ادورها كميك اب ارتست كثير كانه لازم احط لك انا شيء هلا وبس يكون خلصنا. اصلا حطيك على الاقل لبسك. احكوا لي رايكم بالاغراض صراحه لسه مليان اغراض ثانيه. هلا بس راح انهي مكياج ريان بهذا اللي هو احلى جلوسي ليب اوي جلوس هيك الاثنين احلى واحد من شيجلام لانه مش ستيكي كمان. اوكي ف طبعا في منه كثير الوان انا هلا حطيت لها من هذا من شفير رح احط لها هلا من بني هذا هيك على الشوكولاته الهاي طبعا هذا هو واو صراحة أحسن أحلى بدون لبستك يعني هيك كأنه طبيعي ناتشرال أو بالماء خصوصا ماما كثير بتحب عشان ناتشرال بشوف كثير على الشادو هدول إلي ولا إلكم؟ في عندك شوفي حتى لهم باليت حتى جبت لك وهذا عشان إذا عندك مثلا دارك إنه يعني إذا إنه عندك يعني مكان مش نفس مكان ثاني فيك تعملي هذا عشان تصلحك اياه. وكمان جبت لماما هذا الكونسيلر لانه ماما كثير يعني صعب تلاقي درجة ثانية كثير فاتحة ماما فجبت لها هذا الكونسيلر. وكمان هذا انا جبت صراحة لريان ولماما لانه هم الاثنين عندهم عين ملونة. فلما اي حدا عنده عين ملونة يحط مثلا لون ازرق او اي شيء تحت العين هون. واخيرا والله من زمان ادور على هاي الالوان. والله ماما حتى كانت اصلا بتذكر ماما زمان عندها كحلة هيك خضراء. ماما كانت تحط بنفسجي على لا انا بحب الازرق والاخضر صراحه. هاي هي طلع هون اللون. وهلا ريان راح تضبط بس شوي الانر كورنر بالكونسيلر وبدي احط لها رموش الصراحه ريان تكون اليوم ناتشرال كذا فما حنحط لا انا بحاجه رموش ماما اللي بدها رموش. وهاي كانت الهديه اللي من شيجلام ليوم الام طبعا مليان بس احنا جبناكم اكثر شيء بنحبه صراحة أكثر شيء بدهم ينصحكم فيه جيبوه هو هذا، أوكي؟ حتلاقوا كود خصم ورح تلاقوا كمان هدول الأغراض كله بصندوق الوصف. استنوا جايز هاي المسخرة بتجنن والله، المهم. حتلاقوا بصندوق الوصف وروحوا جيبوا لكم هدايا لأخواتكم لأهلكم للدنيا لأصحابكم. وآخر شيء حابين نحكي لماما كل عام بألف خير وكل عام وكل أم بألف خير. شكرا وأنتم بخير وأنا بحبكم أكثر. إجينا اجينا محل ملابس وماما عم تحاول تغش. يلا اجينا محل ملابس وماما عم تحاول تاخذ هالمحل فلح نشوف احنا طبعا. يلا. اوكي طب يعني خصي ملابس. بس ما بنعرف اختاري. ماما بنعرف. يا اما هاي يا اما هاي. غمضي. يلا غمضي.
هون. هاي ولا هاي؟ اللي بدك. طب كله ملابس صح؟ اوكي طلع لها قميص وبنطلون. هسه ما عم تدور على اشي بينك. ماما ليش اشي بينك؟ محتاره. انتوا اختاروا يا جماعه مين احلى، هاي ولا هاي؟ بحس الفاتح احلى. مين صور؟ شو سالتيني ماما؟ مين احلى لون؟ الفاتح طبعا. الغامز هنا. ويت ويت ويت، لا لا لا، الغامق الغامق، لا لا الغامق. خلص فاتح كثير لبسناه بحياتنا. روان مين احلى لون؟ شو قصدك؟ قصدك انه انا قراراتي سيئة؟ اوكي اشتريت هديك البلوز اللي هناك وهي البنطلون، وشايفين حنة عملت حنة. اوكي هسا جبنا لماما الملابس تبعونها من البنطلون. يا وانا واضح التعب من تفليس روان بس عادي. هسا شو؟ هسا وين؟ الثالثة ولا الرابعة؟ انا جعت. جعتي ولا لا؟ انا جعت. يلا جاتي؟ خلص اكل، خلص كفيني هدايا. لا لسه في كمان جوله بالاكل. اوكي جايز خلص كفيني هدايا. اوكي جايز لا لسه ما خلص. جبنا كمان كيس فورا عطر يا جماعه، عطر كيف بتهيأ؟ خليهم يشوفوا كياج. وكمان جبت لي شنطه بالبيت وميك اب. لسه في الميك اب اللي وعدانك فيه عليه بالبيت. هسا عندنا اخر شيء، ما حقول لك شيء، انت اختاري. طيب يلا هم نعرف. هاي الخيارات يا جماعه. يلا اختار. يلا ليلي وين ارجع ايدي احس الحمد لله. جايز هلا خلصنا المطعم، اكلنا وما صورنا، ولماما ما رضت تجرب الاكل وبس. هاد كيف جي اليوم. اذا حابين تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير شعرات. بس جماعة كمان حابة أحكي لكم كلمة، مش ضروري يجيبوا أي هدية يا جماعة، يعني هدية غالية ممكن تجيبوا وردة، حتى وردة بتكفي، حتى أنتوا بتكفوا. المهم تتذكروا أمهاتكم بيوم الأم وأنهم تعبوا عليكم، ومش مهم الهدية تكون غالية، الهدية معنوية.